الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. محدثكم خالد السعيد، أناقش المواضيع والقضايا، وبإمكانكم أنتم دائما مشاركة آرائكم في خانة التعليقات، ولا تنسوا تقيمون المقطع بالضغط على زر الإعجاب واللايك، وللي حاب يدعم القناة يقدر يشترك فيها، وحبذا تابعوني على باقي منصات التواصل الاجتماعي وبتحصلونها دائما موجودة في خانة الوصف. فإحنا ندخل ونتشعب في العديد من المواضيع، ولا شك أن أهمها اللي يخص الجوانب التعليمية وحتى مجال التعليم بنفسه. فأكيد العديد منكم متابع الأحداث الأخيرة اللي جالسة تصير مع مؤامرة فيروس حزب الصين الشيوعي أو ما يسمى فيروس كورونا، واللي سبق أيضا وتكلمنا عنه وأنه بيتسبب في خطر خصوصا للعديد من الدول وبيأثر على مؤسساتها. ولا شك أيضا حرصنا أن الوقاية خير من العلاج، وبالذات ولاة أمورنا ومؤسسات الدولة بارك الله فيهم حرصوا على ذلك، وتم إيقاف المؤسسات التعليمية، خصوصا أن الأطفال والنشأة يعتبرون أكثر الأشخاص عرضة للأوبئة والأمراض، بالذات زي ما تعرفون أن المدرسة تصك على ذا الطلاب اللي بالمئات، وحتى الطالب إن كانه تعبان ولا مريض فأهله ما يخلونه يقعد في البيت ويطلعونه للمدرسة غصب. لكن من يوم طلع قرار وزارة التعليم في أن طلاب الطالبات يتعلمون عن بعد، فبدينا نشوف ردة فعل الطلاب اللي كانوا مرة مبسوطين ويشكرون وزارة التعليم ومعالي وزير التعليم بارك الله فيه في حرصه على سلامة الطلاب والطالبات، وأيضا وفروا لهم كافة الجهود اللي تبي تتيح لهم أنهم يدرسون في أي وقت. ولا شك أن العديد من الطلاب ارتاحوا من الأزمات، خصوصا في قومة الصبح والمشاكل مع الطلاب والمدرسين وبلاوي التنمر اللي سبحان الله ما تجي إلا في مؤسسات التعليم. وتحسبون أن الطلاب لحالهم بس اللي مبسوطين، بل حتى المدرسين ماخذين الموضوع بشغف، خصوصا أن الأغلبية منهم أصبح يقدر يدرس طلاب وطالبات وهو في بيته وراتبه ساري، وفوق هذا كله مرتاح من صجة البزران ولا الطلاب وطالبات اللي بيقعدون يصايحون في ذا الفصول ولا يشاغبون. فالمدرس صار يفتح المحاضرة واللي بيتابع يتابع واللي ما هو بمتابع يتوكل على الله. لكن سبحان الله من اللي مغتاظ وضايق صدره وهم اثنين. طبعا اول واحد اكيد اغلبكم تعرفون منهم وهم الشيبان وولاة امور طلاب وطالبات. فاحنا دائما نقولها في اخبار التعليم، فالاباء وولاة امور طلاب وطالبات ما يجبرون ابنائهم وبناتهم انهم يروحون للمدرسة حبا بالتعليم، بل الاباء وولاة امور طلاب وطالبات يودون عيالهم للمدرسة عشان يفتكون منهم. يعني صارت المدرسة عبارة عن حاضنة وليست مؤسسة تعليم، وهذا اللي خلى مع مرور الوقت العديد من الطلاب والطالبات يكرهون التعليم، لانهم صاروا يجبرون انهم يروحون للتعليم غصب وبدون اي خيار اخر في انهم يكملون مسيرة التعليم بدون غثاء المدرسة او الجامعة. لكن يمكن بعضكم يسأل من هو اللي متذمر وهو صاحب المؤامرة اللي وراء التعليم النظامي، واللي هي الامم المتحدة واحد اذرعها اللي هي اليونسكو، واللي وضحت قبل كم يوم ان فيها اكثر من 850 مليون طالب في العالم ما راحوا لمؤسسات التعليم، وفي اكثر من 100 دولة، وعسى ربي يزيدهم ان شاء الله اذا كانوا الغالبية الساحقة في العالم ما يطيقون المدرسة ولا يحبونها ولا يبون يروحون لها. واحنا سبق وتكلمنا في اخر اخبار جهود وزارات التعليم عندنا في المملكة العربية السعودية، وحتى ما يحصل مع واقع التعليم النظامي في العالم، وخصوصا اللي جاسه تشنها احدى منظمات العولمة وهي منظمة الامم المتحدة واحد اذرعها اللي هي اليونسكو. واحنا دائما نحاول نوضح ان التعليم النظامي بالمدرسة والجامعة ما فرض على الدول الا علشان يسببون ازمات فيها ويجعلون الاطفال والنشأة بدال ما يكونون منتجين ويشاركون أسرتهم بالعمل ويكونون لهم قيمة في المجتمع، فأصبح الآن وجود الأطفال وحتى الناشئين إلزامي في مؤسسات التعليم النظامي. ويليت بعد نقارن الأطفال والنشأة قبل 80 سنة أو 100 سنة، ويوم كان فيها الطفل والناشئ بدال ما يروح يطامر للمدارس فهو كان منه قيمة ويشتغل مع أسرته، أما في الزراعة أو رعي الأنعام أو حتى التجارة والأعمال الحرة الحرفية اللي كانوا يشتغلون فيها آبائنا وأجدادنا. وإذا قارنا الأطفال في الماضي والنشأة مع الأطفال والنشأة في الحاضر، فأصبح الطفل والناشئ عاله على أسرته ويقعد عاله 18 سنة ما يساهم في عملية الإنتاج ولا فلس واحد، بل يخسر الأسرة ويزيد استهلاكها بدال ما يكون طفل زيادة للإنتاج. وهذا اللي لا شك بعده صار عندنا قلة في إنجاب الأطفال، وحتى قاموا يأجلون الزواج بدال ما يكون الزواج مبكر، واللي بيقضي على العديد من الانحرافات الأخلاقية. ومع ذلك عقب ما راحوا الناس للمدارس وكملوا فيها، حتى يومكم ذا ما شفنا إيجابيات تغلب السلبيات فيها المؤسسات التعليمية النظامية. ولا شك أن السبب في ذلك هم اثنين، وهي المؤامرة الكبرى اللي جالسة تشنها الأمم المتحدة وأحد أذرعها لليونسكو على الدول، وتخليهم غصب إلا يدرسون الأطفال والنشأة ويدخلونهم لمؤسسات التعليم. ولا شك أن السبب الثاني اللي ساعد على تنفيذ المؤامرة الكبرى وهم الآباء اللي يجبرون أبنائهم وبناتهم الطلاب وطالبات أنهم يروحون للمدارس والمؤسسات التعليمية إجباريا، والعديد منهم تراه والله ما بحبهم في التعليم، بل علشان يفتح
لك من البزر اللي هو طالب وطالبه بدل ما يقعد عنده في البيت، وبعضهم يلعب على عياله ويقول ابي مصلحتكم، وفي النهايه يصدقونه ويكملون تعليمهم وينصدمون بالواقع المرير وهي ازمه البطاله اللي حتى الدول المتقدمه ما قدرت تواجهها. ولا شك اسهل طريقه لمواجهه البطاله وهو التوجه للقطاع التجاري بدال العمل في القطاع الخدمي، لان المؤسسات شبعانه خدمات وموظفين، لكن لا تزال الدوله في حاجه الى التجار واصحاب الاعمال الحره حتى ينعشون الاقتصاد ويزيدون التوظيف. ولاحظوا سبحان الله في كل دول العالم المدرسه اجباريه وتمعط بالواحد وتمتد به 12 سنه، وفي النهايه محصول العلم اللي بيلقاه سواء في الدول المتقدمه او حتى الدول اللي تعاني من مشاكل اقتصاديه واجتماعيه فالوضع واحد. فمؤسسات التعليم النظامي بدل ما انها تصير مؤسسات تحاول انها تحبب الناس بتعليم فصارت تكرههم فيها، وهذا اللي فعلا صاير مع طلاب وطالبات في مسيرتهم بالتعليم النظامي من يوم يدخلونه وحتى يتخرجون منه. فالغالبيه الساحقه من طلاب وطالبات ما عاشوا تجربه مميزه، وحتى اللي عاشوا تجربه مميزه واستانسوا فيها فاستحاله انهم يعيدونها بدراسه مراحل التعليم النظامي من اولى ابتدائي حتى الثانوي. ولا شك اذا كان التعليم النظامي اجباري فالعديد من الدول وفرت السبل اللي تتيح للشخص انه يستمر في تكمله التعليم النظامي بالطريقه اللي تعجبه. فللمعلوميه والعديد من الطلاب والطالبات ما يدرون عن هالشيء لان اباهم ما يبون يعلمونهم بالموضوع هذا، وهو ان اي طالب وطالبه يقدر يحصل على الشهاده من خلال التعليم المنزلي او التعليم عن بعد، وبكون طالب وطالبه يدرس في المنزل وما يروح للمدرسه الا وقت الاختبار فقط. وهذا لا شك له دور كبير في توفير الاسره وخصوصا من ناحيه الاستهلاك. وكما تشير اكثر الابحاث عن الطلاب اللي يدرسون بالتعليم المنزلي والتعليم عن بعد فادائهم افضل، وهذا اللي نجحت فيه ايضا وزاره التعليم عندنا في المملكه العربيه السعوديه، وتوفير كافه الجهود والسبل اللي تساعد الطلاب اللي وصلوا لاكثر من 6 مليون طالب وطالبه، وفرت لهم كافه الدروس والنشاطات في المواد المدرسيه. ولا ننسى حتى طلاب الكليات والجامعات تم توفير لهم المواقع المخصصه وحتى المحاضرات اللي يقدرون يشاركون فيها ويساهمون في تحسين ادائهم الاكاديمي. كما اكدوا العديد من الناس الجهود الاحترافيه اللي قامت بها وبذلتها وزاره التعليم خلال تنفيذ كافه الاجراءات الاحترازيه في المدارس والمؤسسات التعليميه الاخرى، مثل خبير التربيه حمود العتيبي اللي اكد ان وزاره التعليم وفرت كافه السبل اللي تبي تساعد الطلاب والمعلمين وحتى ولات امور الطلاب والطالبات انهم يحصلون على افضل مستوى في استمرار توفير الدروس والنشاطات المدرسيه وحتى الاكاديميه، واللي تعاونوا حتى العديد من المعلمين وادارات المؤسسات التعليميه في بذل الجهود المطلوبه حتى يعينون الطلاب والطالبات، كما وصى الدكتور عبد الرحمن الداود مدير جامعه القصيم في رساله شكر بعثها لاعضاء هيئه التدريس في الجامعه بعد ما تفاعلوا مع قرارات وزاره التعليم ومستمرين في القاء المحاضرات والنشاطات الاكاديميه اللي تمت من خلال تعليم الطلاب والطالبات عن بعد. ولا تزال جهود وزاره التعليم مستمره في بذل الجهود الطيبه وخصوصا في توعيه الطلاب والطالبات واداره المؤسسات التعليميه ونشر جداول دروس كافه المراحل التعليميه في حساباتهم بمواقع التواصل الاجتماعي. ولا يزال معالي وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ بارك الله فيه متضامن ومستمر في تفعيل الحملات في الحرص على الارتقاء بجودة التعليم والمسؤوليات اللي عليه واللي بيستمر تقديمها، واللي أكد بارك الله فيه أن الطلاب والطالبات من خلال التعليم عن بعد بإمكانهم يستثمرون أوقاتهم في التعليم وفق الخطط الدراسية المحددة وكمية المحاضرات اللي بتكون موجودة ومتاحة لكافة الطلاب والطالبات في أي وقت بالمواقع وحتى التطبيقات اللي وفرتها وزارة التعليم. ولا شك أنهم يشكرون على ما قدموا وبالذات في تسهيل هالسبل الجبارة والهائلة اللي أتاحت لطلاب وطالبات أنهم يستمرون فيها الطريقة المثالية بالاستمرار بمسيرة التعليم النظامي. وياليت حتى نستمر كلنا في توعية الطلاب والطالبات وحتى ولاة أمورهم في أهمية التعليم عن بعد والتعليم المنزلي، حتى نتعاون مع وزارة التعليم في تنمية وتحسين أداء الطلاب والطالبات والتعليم بنفسه، وأيضا نبي نساهم كما وضحنا في السابق بتنمية الاقتصاد، واللي لا شك أنها بتجي بعد ذلك إذا زاد تعليم الطلاب والطالبات في التعليم المنزلي أو التعليم عن بعد. لأن فكروا فيها توفير الأموال اللي تبي تنهدر على الكتب والملازم والطاولات والسبورات وغيرها من الأدوات المدرسية اللي فعلا من يوم ما توقف المدرسة يتكوم عليها الغبار ولا حد يقرب حولها. ولا تنسون أن توجه الطلاب وطالبات للتعليم المنزلي أو التعليم عن بعد يبي يخفف من الزحمة، ولا شك أنه بيتيح للمؤسسات الأخرى أنها تنتعش وبالذات في تسهيل المواصلات في الطرقات. لكن شاركوني آراءكم في خانة التعليقات، ولا تنسون تقيمون المقطع بالضغط على زر الإعجاب، وحبذا تدعمون القناة بالاشتراك فيها وتتابعوني على باقي منصات التواصل الاجتماعي بتحصلونها في خانة الوصف حتى نتمكن في رفع وعي الفرد والمجتمع على كافة المجالات.